ما تيجي تنقد ومين انت يعني؟ طب النقد بلاش، طب اقدم فكره صغيره كده، زي ما المثقفين دول على فكره كان ليهم مشاريع وهميه عظيمه من اول محمد عبده لحد النهارده، انا مش بقول لك انهم قدموا، بس ما فيش مكان في الارض يحطوا عليه البضاعه. الارض محتله تماما. ليه؟ لان سابوا القداسه دي. سابوها. ليه؟ هم صح راي اله بيتكلم. لا طبعا، لو رجعناهم لبشريتهم المساحه دي هتقل، هتتقلص. فيبقى عندك بقى مسافات حضرتك تبني انا وغيري وكل مشروع تنويري في المنطقه. لكن طول ما انت سايب الارض مبنيه لحد نهايتها، مفيش سنتي لينا. انت سايب لهم كل حاجه عملوها. ليه؟ عشان التضخم ده غير صحيح ولا يتفق مع الاسلام، التضخم ده غير بشري، البشر بيغلطوا. ففضل لما تفضل بقى، وده ان شاء الله الاسبوع الجاي اللي هو اللي انا عملته، انا او اتجاهي يعني. تفضل تقول لا غلط. لا غلط، لا بشر، بشر حتى لو بقى أنا في الطرق، وانا مؤمن ان كان ساعتها ده اللي لازم يحصل. فتروح مرجعهم بقى ايه؟ بشر بس، عظماء فعلا وأئمة، ما عنديش مشكلة خالص، بس بشر.